حسام غالي لأسباب إدارية وتأديبية، ولكن أيضا النجم يغيب النقاس وفركوب خطيرة جدا، كرة أولى وفي فرصة وفي تسلل خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، فماش تسلل بطبيعة الحال، هنا المراوغة وهنا بالفعل عملية تمويه كانت مجانية من صالح جمعة، وتفرج في الملعب هذا فما ضربة جزاء، فماش ضربة جزاء، الحكم خشين برشا بوشعيب الأحرش. ترجع كرة خليل باكورا، يمشي خليل، خليل باكورا، ترجع كرة بنجاح، وفما كونتاكت ولكن التونسي هو حد من أكثر المدرب التونسي متوج بالألقاب، كرة خطيرة وفي خطا لفريق النادي الأهلي المصري. أكثر مدرب تتويج هو شوف النادي حقق 6 انتصارات 4 تعادلات. خسر مرة واحدة ضد الإفريقي، يمشي بنجاح، بنجاح الشوط بنجاح بغداد. بغداد القادم الحراش في باماكو في ستاد موديبو كايتا، نمشي كرة طويلة، بنجاح 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 بنجاح، اوه يا بغداد، بسم الله يوسف المواقي، جول 1-0 للنجم الرياضي الساحلي، 1-0 للإيطوال، 1-0 ضربة جزاء يوسف المواقي. كرة من 11 متر ومن بينالتي ليتوال، ويوسف المويبي يحطها على يمين شريف كرامي في الشبكة، 1 النجم الساحلي 0 النادي الاهلي، انطلاقة جديدة في القمة. طبعا ممكن الان الجمهور المصري من حقه يحتج على ضربة جزاء تزفرت وتحدد واللعبة مازال والماتش طويل، ولكن هذه هي اخطاء داخلة. انا متأكد كما متأكدين ان ابو شعيب لو غلطت غلطت على حسن نية، ونذكروا ان العام الماضي عدي برا يا غزال، برا يا غزيل، ميل يا بريكي، اضرب يا بنجاح، اوه قوية ليتوال برشا، قوية برشا ليتوال، ذكرتنا ب 2007، هيا عرض الراسية والدفاعية وترجع كرة التاج وتاج بنجاح وبغداد 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 وشريف كرامي، الاهلي يقبل برشا في اللعب، يمشي خليل حلوة برشا، بغداد بنجاح، بغداد يا بابا على بغداد، حد الثاني غري ثم يوم الاربعاء 19 نهاية المشوار في الدورة المغاربية، كرة خطيرة غري، كرة التعادل للنادي الاهلي، سيد احمد المغيربي نرجع المباراة وخطيرة ومتعب يضيع التحت، تخرج كرة لفريق النادي الاهلي للنجم الساحلي على برشا، مرة أخرى كرة المويبي من سالو يعرف بنجاح ويعاودالو يعاودالو عاودالو يا مويبي، خسارة خسارة خسارة، فرصة الهدف الثاني، يلعب الكرة صالح جمع كرة طويلة، يخرج بالبولي صعبة جدا وضاعت الكرة من متعب، آخر كرة ترجع بالراس، مهم جدا نهاية الشوط الأول بهذا التقدم، حذاري آخر كرة وبالبولي.